عزيزي المشاهد أهلا بيك في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب برنامج دراسة الكتاب المقدس بطريقة متأنية إحنا حاليا في دراستنا لرسالة غلطية وصلنا للأصحاح الرابع قبل ما نبتدي في الجزء بتاعنا النهاردة اسمح لي أرحب بضيوفنا في الاستوديو يوسف رياض أهلا بك عادل الحبيب أهلا بك أهلا بك ظريف أهلا بيك أهلا بك لكن حينئذ اذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعه الهه واما الان اذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون ايضا الى الاركان الضعيفه الفقيره التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد اتحفظون اياما وشهورا وأوقاتا وسنين أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا أخ عياد إحنا وصلنا لعدد ثمانية نبتدي النهاردة من عدد ثمانية وأحب أن أنت تركزين على الإعداد من ثمانية إلى 11 لأهميتها الأعداد من ثمانية إلى 11 بتورينا عمل الله فينا علشان نقبل الله يعني الحقيقة البداية دايما من عند الله الشغل الاولي دايما من عند الله. فبيقول لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعه الهه واما الان اذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون ايضا الى الاركان الضعيفه الفقيره التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد وبيقول ايه هي الاركان ديت؟ اتحفظون اياما وشهورا؟ وأوقاتا وسنينا أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا أنا شايف هنا في الجزء ده هو بيتكلم الغلاطيين بيتكلم وضعهم قبل ما يعرفوا الرب وقبل ما يعرفوا الرب كانوا مستعبدين هما كانوا أمم لكن مستعبدين لايه ال... ال... الرساله كلها بتتكلم عن نوع من العبوديه وهو الرجوع للناموس مره اخرى بس الجماعه دول قبل ما يروحوا علشان يحطوا نفسهم تحت أركان العالم الضعيفة اللي هي الناموس مرة تاني بيقولهم أنتم لما تحررتم كنتوا قبل كده مستعبدين وأنتم أمم كنتم مستعبدين لآلهة وثنية لآلهة أخرى ليست بالطبيعة آلهة بس الله لما عمل فيكم لما عرفتم من الله خلاكم تعرفوا وكانوا عايز يقول أنتم كنتم عبيد لكن تحررتم وعايزين تستعبدوا نفسكم مرة تاني تحت وضع غير اللي كنتوا فيه قبل كده وضع عبودية ما كنتوش فيه انتوا كنتوا أمم مالكم ومال الناموس أنتم الآن أحرار بعد كده بدأ يقول لهم طريق الله في التعامل مع الإنسان قال لهم أنتم عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله ويمكن في الحتة دي تقول لي أنا علشان أعرف الله لا أستطيع أن أعرف الله إلا بإعلان من الله أو خلينا أقول إلا بعمل إلهي الرب يسوع قال ليس احد يقدر ان ياتي الي ان لم يجتذبه الاب. فبالنسبه لمعرفه الله، الله عرفني وانا عرفت منه علشان كده عمل فيا بالروح القدس علشان اعرفه. حتى بالنسبه للاختيار مثلا لما الرب قال في يوحنا 15 ليس لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم، فالاختيار من الله ونتيجه شغل الروح القدس فيا اقنع ارادتي علشان اختار المسيح. ايضا بالمحبه إحنا بنحبه علشان هو أحبنا أولاً. فهو بيتكلم عن الوضع قبل ما يعرفوا الرب، وبعدين لما عرفوا الرب، وبعدين لما ضعفوا عايزين يستعبدوا نفسهم تاني، وعايزين يروحوا ناحية الأركان الضعيفة اليهودية. وقال بالنسبة للأركان الضعيفة ديت، قال أتحفظون أياماً وشهوراً وأوقاتاً وسنين؟ ودي الممارسات أو الأيام التي كانت تحفظ في الديانة اليهودية. أتحفظون أياماً يوم السبت؟ يوم السبت تقديس يوم السبت كان من أهم الأيام في الديانة اليهودية أتحفظون أياما وشهورا تفتكر قصة الشهور والهلال ورأس الشهر تفتكر في القصة بتاع الشونامية وهي حبة تروح لأليشع في ملوك الثاني أربعة فجوزها بيقول لها هتروحي لأليشع ليه لا سبت ولا رأس شهر أليشع كان يمثل حضور الله والتعامل مع الشعب في العهد القديم فكأن كان التعامل ما بين السبت ورأس الشهر فتحفظون اياما وشهورا واوقاتا وسنين دي كانت مواعيد ومواقيت بتحكم علاقه الناس بالله في العهد القديم. العبوديه بتيجي في الجزء بتاعنا ده عده مرات، يعني من اصحاح اربعه عدد ثلاثه لما يقول كده لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت اركان العالم ويقصد طبعا اليهود. كانوا مستعبدين تحت اركان العالم اللي هو الناموس. بعد كده في عدد 8 لكن حينئذ انتم الامم اللي ما تعرفوش حاجه عن الناموس اذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعه اله فاليهود عبيد والامم برضه عبيد ماشي لغايه كده ما فيش مشكله لان فعلا ده مستعبد تحت اركان العالم وده مستعبد للذين ليسوا بالطبيعه اله العجيبه بقى المره الثالثه لما بيقول في عدد تسعه فكيف ترجعون ايضا الى الاركان الضعيفه الفقيره التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد؟ يستعبدوا ليه؟ هم مش راجعين للالهه الوثنيه، هم راجعين او رايحين للناموس وللفرائض وللايام وللشهور والسنين. كان الرسول بولس بيعتبر عوده الامم الى هذه المسائل كانها عوده من جديد الى الوثني صحيح وده امر خطير في منتهى الخطوره يعني بعد ما حررنا المسيح وصلنا الى نور الاعلان الكامل في المسيح وبقينا ابناء وارسل الله روح ابنه الى قلوبنا لما نيجي نرجع تاني للفرائض اليهوديه والناموس والطقوس وانا لو ما تممتش ده هبقى أه مش مقبول عند الله انا كاني رجعت من جديد الى الاركان الضعيفه الفقيره التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد يعني الإنسان يمكن يبص احفظ سبت أو ما تحفظ سبت مش خطيرة قوي لا بولس بيعتبرها أمر في منتهى الخطورة هنا الأيام منتهى الخطورة في خمسة لما نوصل إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيء هنا بيحط المسيح بس وحده ما فيش حد حاجة تاني جنبه وإلا أنتوا خسرتوا كل شيء ملفت للنظر التعبير الجميل عن الناموس الطقسي الأركان الضعيفة الفقيرة هي فعلا ضعيفة وفقيرة ضعيفة لأنها لا تستطيع أن تعطي قوة للإنسان اللي بيبقى موجود تحتها يعني لما بيتكلم عن الناموس قبل كده وفهمنا في الحلقات اللي فاتت الناموس لا يحيي مش بس لا يحي لكن حتى لا يستطيع أن يطهر الضمير لما بيتكلم عن الذبائح الحيوانية يدوب تستطيع أن ترفع إلى طهارة الجسد لكن لا تطهر الضمير فمن ناحية من هو تحت الناموس الطقسي عايش في فقر ومن ناحية تانية عايش في ضعف لكن اللي يجد المسيح بالعكس يتمتع بالقوة ويتمتع بالغنى يتمتع بالقوة الروحية تقوف الرب في شدة قوتي ويتمتع بالغنى الروحي ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل وكمان بركات روحية لا حصر له الأركان الضعيفة الفقيرة تترجم بالإنجليزي بيجرلي إليمنتس أركان الشحاتين صحيح وهو فعلا في ناس كتيرة للأسف الشديد في المسيحية عايشين شحاتين فعلا يعني بيترجوا بركة فلان وبركة فلان إذا كان في أفسس واحد ثلاثة بيقول الله باركنا بكل بركة مين بقى هيديني بركة؟ وليه يديني بركة؟ طب الله أبونا فتح كل الخزائن وبعت لنا المسيح عشان فيه يباركنا بكل بركة لما أرجع إلى الديانة كأن رجعت إلى أركان الشحاتين لله يا سيادنا اعملوا معروف ادونا أي حاجة من خيركم الكتير طب الله أبوك عاوز يدي لك كل شيء وفعلا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا, يا كيف لا هبنا أيضا معه كل شيء أنا الحقيقة مستغرب قوي من وضع مؤمني غلطي ومن وضع من كتير من الناس اللي حوالينا لما تحطوا قدامه النعمة ومبدا الاعمال يختار مبدا العمل ايهما ايهما اريح ايهما اسهل ان انا اقول لك اعمل ولا اقول لك ريح نفسك ما تعملش مع ان احنا بنقول للناس على مبدا النعمه المسيح اكمل العمل وعلشان تنال بر الله عليك انك انت تسترح على تستريح على العمل المسيح ما تعملش اي حاجه غير انك انت تقبل يقول لك انا لازم اعمل طب انت عايز تتعب نفسك ليه اعتقد ان ده بيقول لي قلب الانسان شكله ايه قلب الانسان عنده كبرياء علشان تقول له ما تعملش حاجه يقول يعني يعني ايه ما حاجه؟ يعني هفضل كده واقف وربنا يعمل كل حاجه لازم يبان ان انا عملت حاجه، لازم يبان ان انا دفعت، لازم يبان ان انا صمت، لازم يبان ان انا سافرت. ازاي أقف, اقف ساكت والله يعمل كل حاجه؟ كبرياء قلب الانسان يجرح بالنعمه، خلينا اقول كده. خلينا اقول ان النعمه بتقول الانسان انت لا تستطيع ان تفعل شيء لكن المسيح عمل كل شيء، اقبل اللي عمله المسيح علشانك. لكن الكبرياء الإنسان يقول لا أنا لازم أعمل ولما يجي هو يعمل يفسد كل شيء عشان كده بتوع غلطي كانوا عايزين يرجعوا ويعملوا فيفسدوا كل شيء فبيقولهم أخاف أن أنا أكون قد تعبت فيكم باطلا يعني عشان يبقى فيه توازن طبعا المسيحية تعلم أن الذي خلص ينبغي أن يعمل ويمكن الحكاية دي حلها لنا الرسول بولس في أفسس 2 ليس من أعمال الخلاص ليس من أعمال لكن الخلاص هو لأعمال مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال اللي يجي الأول ودي مش مسألة يعني ثانوية مش مهمة دي, دي الأول لا أنت لما تيجي بأعمالك لله كأنك عايز تدين الله أنت عملت لله إذا الله ملزم أنه يديلك لا تحسب له الأجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين لا في الحقيقة مش كده أنا خدت بالنعمة كل شيء لأني أنا ميت ومفلس بس بعد ما المسيح خلصني وحررني واداني حياه انا علي ان اعمل صحيح. ردا او زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه السابق هو الله بس بعد كده في رد فعل او في صدى نعم يعني مثلا المعرفه عرفتم الله بل بالحري عرفتم مش انتوا اللي اخترتوني انا اخترتكم نفس الفكره نحن نحبه لانه هو احبنا اولا فالبادئ هو بس بعد كده في رد فعل ولا ما فيش هو حبني طب انا اعمل ايه انا احبه بولس الرسول قال ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي فما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان خلاص انا مش عايش لذاتي عايش لمجده هو وده النتاج الطبيعي اللي حياه الله فيه هي اللي بتنتج الثمر صحيح دي. في عدد 11 بيجي تعبير من التعبيرات الثلاثه اللي جت في الرساله ديه اللي بتبين قد ايه قلب الرسول بولس مكسور بسبب مؤمنين غلطية التعبير الاول لما بيقول في اصحاح واحد اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر. تعجب منهم. لكن التعبير الثاني هنا اخاف عليكم ان اكون قد تعبت فيكم عبثا. التعبير الثالث في نفس الاصحاح اصح اربعه عدد عشرين لما بيقول لأني متحير فيكم أتعجب منكم أخاف عليكم متحير فيكم عكس لغة يمكن استخدمها مع مؤمنين تانيين كانت لغة مفرحة لما بيقول أنه يشكر الله من جهتهم لكذا وكذا وكذا زي مؤمنين كلوسي مثلا وده بيورينا القلب الرعوي الأبوي وحتى الأم يعني هو عنده قلب الأم عواطف الأم وعواطف الأب يتعب يتمخض يخاف عليهم كل ده هو يعني خادم مثالي لأنه تعب فيهم تعب يعني هو كلام يقول أنه يخاف أن يكون قد تعب فيهم عبث. عبثا, عبثا. وأعتقد أن ما فيش حد هيكون عنده القلب الملتهب على مجموعة إلا لما يكون تعب فيهم يعني لما أكون أنا بذلت الجهد وزرعت بالدموع مع مجموعة أخاف عليهم من الهوى الطاير زي صحيح. ما بيقول قلب الرعوي يجي نتيجة إن أنا تعبت مع مجموعة فاللي بيتعب مع مجموعة بيكمل معهم بهذا القلب ما ننساش إنه مرة تراجم في المنطقة دي أي اترجم حتى الموت في أعمال 14 نعم. نعم تعب تعب فعلا كما لم يتعب هو قال كده أنا تعبت أكثر منهم جميعا كل الرسل أكثر منهم جميعا ويمكن ده يقول لنا شكل الخدمة اللي بتجيب ثمر بعد كده أخبارها إيه الخدمة التاعبة في ناس بتخدم خدمة كده عابرة الخدمة العابرة عمرها ما بتجيب نفوس بالشكل ده وعمرها ما بتثبت ناس في الإيمان بالشكل ده لكن كويس إن الواحد يبذل الجهد ويقضي أوقات في الصوم وفي الصلاة وفي المشاركة مع الناس وفي الزيارات وفي المتابعة الرعوية علشان يقدر يشوف منتج قدامه يعني بولس بيقول أنا تعبت والمسيح له المجد في يوحنا أربعة ستة إذ كان يسوع قد تعب من السفر تعب المسيح في الخدمة تعب بولس في الخدمة ويا ريت ربنا يساعدنا لما يجي دورنا احنا كمان نتعب في خدمه ربنا العبوديه العبوديه التي يقصدها رسول بولس في غلاطيه هي عبوديه الناموس فقد اوضح في كل رسائله ان الناموس بكل طقوسه وفرائده واحكامه كان هو خدمة الموت وخدمة دنيوية بالمقارنة مع رسالة الإنجيل التي هي خدمة الروح وخدمة البر ولا أن الناموس يوم إعطائه قتل من الشعب ثلاثة ألاف نفس بينما الروح القدس يوم نزوله خلص ثلاثة ألاف نفس وفي رسالة غلاطية يقارن بين حريه النعمه المسيحيه وبين عبوديه الناموس وملامح تلك العبوديه بدت في كون الانسان عاجزا كانه طفل صغير لم يبلغ النضوج والرشد اما النعمه في المسيحيه قد منحتنا روح التبني بالمقارنه مع روح العبوديه في النظام الطقسي ومن ملامح عبوديه الناموس الاستعباد للاركان الضعيفه والاشياء المرتبطه بالناموس كالختان والايام المقدسه ونظم الطعام هذه الامور تجعل الانسان تحت عبوديه الاشياء التي لا تستطيع ان تخلص او تعين بل كل ما تفعله انها تزيد الانسان فقرا وعوزا وهذه الاركان الضعيفه والفقيره ترجع الانسان ثانيه الى عبوديه الناموس وتجعله يحتقر حريه النعمه التي في المسيح فما اخطر هذا الامر الذي جعل الرسول يغضب بكل شده لان الناموسيه والتقصيه هم اخطر شيء على المسيحيه الحقيقيه فهم رجوع الى الخلف والى الظلال والرموز فلنتحذر أتضرع إليكم أيها الإخوة: كونوا كما أنا، لأني أنا أيضًا كما أنتم، لم تظلموني شيئًا، ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها، ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني. كالمسيح يسوع فماذا كان اذا تطويبكم؟ لاني اشهد لكم انه لو امكن لقلعتم عيونكم واعطيتموني، افقد صرت اذا عدوا لكم لاني اصدق لكم. اخ عادل بيستدرك الرسول بولس كلامه ومحجته في الاعداد من 12 ل 16. أرجو القلنة عليه جميل يا خاصام أن في هذا الأعداد يتحول الرسول بولس من لغة الحدة والشدة إلى لغة اللين والعطف جميل بيعرف إزاي يستخدم الشدة في وقتها واللين في وقته فيبتدأ الكلام في عدد 12 أتضرع إليكم أيها الإخوة كونوا كما أنا لأني أيضا كما أنتم يعني كونوا كما أنا كونوا كما أنا في وضع الحالي متحررا من النمو من الناموس بكل الفرائض والطقوس الناموسيه، لاني انا ايضا كما انتم في مركزكم امام الله ومقامكم كما انا نظيركم مخلص بالنعمه، فزي ما انا وانتم مخلصين بالنعمه عايزكم تبقوا زي في تحرري من الناموس. وبعدين يقول لم تظلموني شيئا بمعنى ان ال الكلام اللي سبق وقلته بلغه شديده ما كانش نتيجه موقف شخصي منكم او نتيجه ان في حصل حاجه زعلتني حاجه شخصيه لكن على العكس تماما لان انتم غاليين عليا وانتم اولادي لم تظلموني شيئا وبعدين يقولوا ولكنكم تعلمون اني بضعف الجسد بشرتكم في الاول وتجربت التي في جسدي لم تصدروا بها ولا كرهتموها واضح ان مؤمنين غلط يعني بالارتباط بالتجربه اللي في جسد بولس تجربة دي بعينها اللي تكلم عنها في كورونس الثانية 12 اللي بقول عنها لألا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيته شوكة في الجسم لا نعلم بالضبط ماهية التجربة أو الشوكة البعض بيقول ملاريا وهذا احتمال ضعيف لكن ربما كانت حاجة في وجه الرسول أو ربما كانت حاجة في عيني الرسول لأن بيقول في آخر رسالة ما أكبر الأحرف التي كتبتها بيدي لكن ما علينا كيفما كانت هذه التجربة قد تدعو إلى الإزدراء والكراهية من من ناس تانية لكن مؤمنين غلطيا سلبيا تعاملوا مع هذه التجربة تعامل مبارك لم تزدروا بها ولا كرهتموها هذا من الجانب السلبي أما من الجانب الإيجابي بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع يعني كملاك من الله تخيل لما يجي الواحد ملاك مثلا طب عليه في زياره يبقى سعادته قد ايه ده من كتر فرحة يوحنا بالملاك في سفر الرؤيا كان هيسجد مرتين في رؤيا 19 ورؤيا 22 فهم بيقول لهم انتم قابلتموني كملاك من الله لا بل بالاحرى كالمسيح يسوع فكان لهم موقف سلبي لم يزدروا ولم يكرهوا وموقف ايجابي التقدير والاكرام للرسول بولس يمكن اذا اضفنا على الاعداد ديت العدد رقم عشرين ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم يقول لنا هو ليه في عدد 12 غير اللهجة وبدأ يتضرع يقول أتضرع إليكم أيها الإخوة بالرغم أنه هذه الرسالة الرسالة الحربية آه ذات الأسلوب الحاد لكن بدأ يغير من أسلوبه لأنه بيقول كنت أتمنى أكون عندكم دلوقتي وأعرف ردود أفعالكم على الكلام اللي بقوله لو انتم بدأتم تتأثروا من اسلوبي الحاد هغير اسلوبي معاكم لو انتم لسه مفيش مبالاة من الكلام بتاعي هعلي صوتي اكتر لكن انا على كل حال بتضرع بهذا القلب الابوي إليكم وانا شايف في الجزء ده الحقيقة في تحولين التحول الأول عن الانجيل التحول الثاني عن حامل الانجيل أو خادم الانجيل ايه التحول عن الانجيل ده موضوع الرسالة كلها التحول عن موضوع الانجيل الإيمان بعمل المسيح وحده ولا حاجة إلى إضافة الناموس لنوال التبرير أمام الله ده التحول عن الإنجيل التحول عن الإنجيل إنهم عايزين يرجعوا تاني يحطوا الناموس جنب النعمة لكن التحول عن خادم الإنجيل أو التحول عن حامل الإنجيل يقول لنا أنا لما جيت لكم استقبلتوني كملاك وكان في سرور عندكم وسعادة ذكرها في عدد 15 فماذا كان إذن تطويبكم انتم قبلتوني بمنتهى السعادة لماذا تحولتم عني وصرت لكم كمن هو العدو زي ما يكون عدو فهم مش بس تحولوا عن الإنجيل اتحولوا عن خادم الإنجيل لأن دي طبيعة مؤمني غلطية الطبيعة بتاعتهم طبيعة الشعب نفسه اللي لما راح لهم قبل كده بولس وبرنابة وشافوهم كادوا ان هم يعبدوهم بعد شوية رجموه فطبيعة الناس دول خلوهم تح... أو الطبيعة خلتهم تحولوا عن الإنجيل وتحولوا عن حامل الانجيل. في صفات نقدر نقول ان هي يعني قوميه او وطنيه محتاجه شغل روحي. صحيح. يعني زي يقول عن الكريتيون ان هم كذابون. دائما كذابون. ذكرهم قول لهم انهم لازم يشتغلوا على القصه دي. في حاجات احنا طلعنا لقيناها في المجتمع بتاعنا وتطبعنا بها على اعتبار ان هي ده ده الواقع. لا لو بالضد كلمه الله لازم نشتغل عليها عشان خاطر نعيش صح زي ما ربنا زي ايه يا خصم. زي عدم تقدير الوقت أيوة. يعني عندنا آه عندنا كمجتمعات لا نقدر الوقت وعدم تحمل المسؤوليه يعني عن 10 عن 10 ونص يعني 11 عن يعني اي حاجه صحيح. وده آه ضد كلمه الله يعني اذا كنت عاوز اعيش آه امجد الله علي ان اكون مدقق في كل شيء وزي زي عدم تحمل المسؤوليه يعني عارف أنا أقول لك آه. معلش. معلش معلش دي اصلها ما علي شيء يعني اصل اللغه اصلها في اللغه خلاص بقى ما عليه شيء يعني ما تحسبش عليه لا كل واحد لازم يشيل مسؤوليته لما المام الحاجه اللي ضيعنا بقى... معلش مش عجبنا اول تعبير اللي بيجي في عدد 15 اللي بيعبر عن موقف محبتهم الحقيقيه للرسول بولس قبل ما يدخل المعلمين الكذبه لما بيقول لو امكن لقلعتم عيونكم واعطيتموني العين في الجسد دايما بتعبر عن اغلى واعز حاجه حتى ان الكاتب في تسنية 32 بيتكلم عن الرب اللي لاحظ يعقوب لاحظه وصانه كحدقة عينه شوف قد ايه المحبة تجاه الرسول بولس للدرجة اللي فيها لو امكن لقلعتم عيونكم واعطيتموني لكن يا ترى ما فيش محبة اكتر من كده لا في محبة اكتر نقرا عنها في روميا 16 اثنين كانوا على استعداد مش الرسول بولس عينيهم لكن نقول عن اكيلا وبرسكيلا وضع عنقيهما لاجل بولس. انا عاوز ارجع تاني للايه الاولى لما بيقول كونوا كما انا لاني انا ايضا كما انتم. في الحقيقه شيء رائع. ايه 12. الايه 12 ايوه. آه انا كما انتم يعني يعني الرسول بولس في مقامه امام الله زي المؤمنين بتوع غلطيه آه هو احنا كده يعني كلنا مقاما متساوي اه ده اللي قاله الرسول بطرس كمان الى الذين نالوا معنا ايمانا ماشي. ثمينا ماشوي. مساويا لنا شيء رائع وعشان كده المسيح علم التلاميذ والرسل ما تدعوش لكم ابا وما تدعوش لكم معلما انتم جميعا اخوه ياه حتى مع واحد زي الرسول بولس اه لما بطرس يكتب يقول كما كتب اليكم اخونا اخونا وبيشرك المؤمنين معاهم اخونا الحبيب بولس ده المقام قدام ربنا جميعا انتم زي الرسول بولس لكن بعد كده يقول ولكنكم تعلمون اني بضعف الجسد بشرتكم في الاول خادم امين زي الرسول بولس يا رب اديله اديله شيل من قوه الاخوه واديها للرسول بولس دي طريقة البشر لكن طريقة الله مش كده طريقة الله في ضعف الجسد بشرتكم في الأول يعني دي بتفكرني بكلام الرب مع جدعون لما تلم حوالي 32 ألف وده مش عدد كبير في أنه يدخل معركة مع ناس كان عددهم فوق 100 ألف وأكتر 135 ألف وأكتر من كده ف 32 مش يعني مش حاجة كتيرة لا قال له لا العدد ده كبير نزلوا عشرة عشر تلاف له برضو عدد كبير فضلهم تلتمية تلتمية تعمل ايه؟ ليكون فضل الله. القوة لله الله. لمن؟ الرب سمح إن بولس يوصل إليهم في منتهى الضعف علشان يبقى الفضل ليس للرسول بولس في أي شيء لكن من الألف إلى الياء الفضل للرب إذا حبينا نسأل سؤال ونقول ما هي مواصفات الخادم المثالي الحقيقه انا شايف ان بولس في الاعداد ديت مش بس خادم مثالي لكنه استثنائي. لن يتكرر حد بهذه القامه وبهذه الروح في الخدمه. يعني لما تيجي تسال خادم تقول له امتى تتعطل عن الخدمه؟ يقول لك بضعف الجسد. طول ما انا عندي قوه في الجسد انا شغال في الخدمه لما يجي ضعف الجسد خلاص اتعطل عن الخدمه. الراجل ده في ضعف الجسد بشرته بشر في ضعف الجسد ربح نفوس. في ضعف الجسد ولد نفوس انجاز التعبير في ضعف الجسد كان بيروح يكرز ويتابع ضعف الجسد ما عطلهوش. فالخادم المثالي لا يتعطل بضعف الجسد ولن يترك الرايه الى ان يصل انه يقابل الرب تنتهي ايامه على الارض في ناس ضعف الجسد ما يعطلهاش ابدا انا فاكر خادم محترم راح السماء اسمه وديع جندي الراجل ده اعاقه المرض عن انه يتحرك ويتجول في البلاد لكنه كان وهو في السرير بيرفع سماعة التليفون علشان يتصل بشعب الرب في كل مكان اللي يعرفهم ويسأل عنهم وأخباركم إيه ويصلي لأجلهم ضعف الجسد ما يعطلش الخادم فالراجل ده الخادم المثالي ده لم يتعطل بضعف الجسد عن الخدمة لكنه كمان ما كانش عنده أمور شخصية لما بيقول لم تظلموني شيئا القصة مش قصة خلاف شخصي أرأيكم فيها إيه أنا مش خايف على نفسي أنا مش زعلان منكم أنا زعلان عليكم أنا مش حزين منكم أنا حزين عليكم على وضعكم أو كأنه واحد حط نفسه على جنب وكرامته على جنب وقال قبل كده لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة, سمينة. عندي ده واحد اللي يشغله كله وضع إخواته إيه حال الجماعة إيه اللي يزعله لما تكون إخواته في ضعف اللي يزعله لما يكون إخواته في ارتداد لورا اللي زعلوا لما يكون اخواته في في حاله من الضعف الروحي، لكن أمور الشخصيه دي ركنها على جنب. فبيقول لم تظلموني شيئا الموضوع مش بتاعي انا شخصيا، لكنه كمان استمر في ضعف الجسد وهو بيغني. حضرتك قلت ان الضعف ما عطلوش. صحيح. لكن في كورنثوس الثانيه 12 بيقول حاجه اعجب من كده، اصروا بالضعفات، اصر. لاني حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. يعني قوتي تبرز حينما اكون ضعيف، مش قوتي انا. قوة المسيح، لكي تحل علي قوة المسيح، فأنا خليني أنا ضعيف إذا كان ده بيبقى مجال لإظهار قوة المسيح. الشوكة نحن لا نعرف عن يقين طبيعة الشوكة التي أعطيت لبولس بعد اختطافه للسماء الثالثة لئلا يرتفع بفرط الاعلانات. فماذا كانت تلك الشوكة؟ هل كانت مرضا جلديا كما توقع البعض؟ ام مرضا معينا في عينيه كما استنتج اخرون؟ ام قروحا ام شيئا اخر؟ لقد قصد الروح القدس ان يخفي عنا تفاصيل هذه الشوكة وماهيتها بالتحديد، لكي يتعذى كل المتوجعين بتجارب متنوعه. كانت الشوكه شيئا مؤلما ومذلا في آن، وبسببها تضرعوا ثلاث مرات ان ترفع عنه. لكن الرب لم يرد ان تفارقه الشوكه، بل وعده ان يعطيه نعمه لتحملها. الرب يستطيع لو اراد ان يخفف الاحمال عنا. كما يستطيع أن يزيد من صلابة ظهورنا ليمكننا أن نحمل تلك الأحمال وبهذه الطريقة الثانية استجاب الرب صلاة بولس وكثيرا ما كانت هذه أيضا طريقته في استجابة صلواتنا فإذا رأى الرب بقاء الشوكة فإنه سيعطي نعمة تعويضية سنسمع القول تكفيك نعمتي وكانت الشوكه علامه هذه النعمه فيا للعجب من هذا الاله الحكيم وحده الذي يعطي كل شيء بحكمه بالغه وبجرعه محسوبه تماما ولغرض مقدس محدد عنده لانه كلي الصلاح والمحبه والنعمه ولا يعطي شوكه دون لزوم او دون غرض او هدف يغارون لكم ليس حسنة بل يريدون ان يصدوكم لكي تغاروا لهم حسنه هي الغيره في الحسنه كل حين وليس حين حضوري عندكم فقط اخي يوسف فضلنا في حلقتنا عددين ايوه 17 و18 بيتكلموا عن الغيره الحسنه وغير الحسنه دينا فكرة عنهم المعلمين الكذبة اللي دخلوا في كنيسة غلاطيا بيقول عنهم بولس يغارون لكم نوع من العصبية والشلالية الحزب بتاعي أتشدد لي وأ... يغارون لكم ليس حسنا بل يريدون أن يصدوكم وكلمة يصدوكم يعني يصدوكم عنا يقطعوا التواصل بيننا وبينكم لما شافوا إخلاص المؤمنين في غلاطيا للرسول بولس لو امكن لقلع عيونهم واعطوا الرسول وهو نفسه كان بيحبهم حبا جما وشديدا فارادوا انهم يوجدوا فرقه ما بين الخادم والمخدومين يريدون ان يصدوكم عنا لكي تغاروا لهم وتبقى انتوا تبع الحزب بتاعهم روح سيئه زمان رفضها موسى والان يرفضها بولس لما يشوع قال لموسى اردحهما يا سيدي في اتنين في المحله اردحهما فقال له انت بتغار ليا يا ريت كل شعب الله يتنبؤون الخادم الامين زي ما سمعنا دلوقتي من الاخ عياد مش بس بيخدم وبيتفانى لكن ايضا لا يهم ذاته على الاطلاق ان شعاره مثل شعار المعمدان ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص مش ان المسيح يزيد وانا كمان ازيد مش ده الخادم الامين الخادم الامين ان المسيح يزيد وانا انقص عشان كده يغارون لكم ليس حسنا بل يريدون ان يصدوكم لكي تغاروا لهم لكن بولس بيحط التقرير الجميل حسنه هي الغيره في الحسنى والمقصود بالغيره هنا مش ان ابقى غيار من واحد وعاوز يعني اقلده لكن بغير للحق يعني عندي حماس وحمية أنا بغير زي ما بولس قال فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد هذه الغيرة إن أنا عايز مجد ربنا ولا أقبل بغيره بديلا هي دي الغيرة الحسنة حسنة هي الغيرة في الحسنة كل حين وليس حين حضوري عندكم فقط أنتوا أظهرتوا غيرة لي عظيمة لما كنت معاكم أنا مش عايز ليا لكن عايز غيره لمجد ربنا في كل وقت مش بس لما اكون معاك الجزء الاخير اللي حضرتك قلته يا اخي يوسف لما بقول حين حضوري عندكم فقط يبين ان في فرق كبير بين موقف مؤمني غلطية وموقف مؤمني فيلبي مؤمني غلطية كانوا بيتاثروا جدا في وجود الرسول بولس لكن مؤمني فيلبي لا يزول التاثير بزوال الخادم علشان كده يقول لهم في فيليب اصح اثنين الكلام الجميل قوي ده يقول لهم اذا يا احبائي اطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الان بالاولى كثيرا في غيابي فاحنا مش مطلوب نتاثر في وجود الخادم لكن الخادم موجود مش موجود نبنى على كلمه الله الثابت صحيح, صحيح انا شايف هنا الغيره الحقيقه أه وهم يغارون لكم الغرض ايه؟ يعني هم بيغاروا ليكم ليه؟ مين هم اللي بيغاروا دول؟ الإخوة الكذبة أو المعلمين الكذبة. يغارون لكم لكي تغاروا لهم. غيرة وحماس ونشاط مش علشان الرب يتمجد. لا. ولا علشان اسم المسيح يعلن، ولا علشان صفات المسيح تبان فيهم زي ما هيقول بولس عن نفسه بعد كده لكي يظهر المسيح فيكم. لكن يغارون لكم لكي تغاروا لهم. وهنا نوع من الأنانية في الغيرة والنشاط والحماس. معلمين كذبة وإخوة كذبة عندهم استعداد يوعظوا ليل ونهار ويسافروا ليل ونهار وممكن ينادوا باسم المسيح ليل ونهار مش علشان اسم المسيح اتمجد عشان يعملوا نفسهم مجموعة لكي يتغارون لهم نفس الكلام اللي اتقال عنهم في الصحة 2 لما بيقول الإخوة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا بيقول لكي يستعبدونا يعني هم داخلين علشان يستعبدونا وبيغاروا ليكم علشان تغاروا ليهم. ده بيقول لنا ان في نشاط بس مش كل نشاط نشاط حميد. وفي غيره بس مش كل غيره غيره حسنى. وفي وعظ لكن مش كل وعظ وعظ المجد الرب. وفي ليدرز في خدام وقاده بس مش كلهم عندهم روح المسيح وعندهم دوافع المسيح. وده يخلينا دايما ما نحطش عينينا على الناس لكن نقيس الناس على كلمه الله نقيس المتكلمين على كلمه الله ونقيس تعليم المعلمين على كلمه الله. هذه الغيره غير الصحيحه بتفكرنا بكلام المسيح في متى 23 عن يطوفون البر والبحر ليكسبوا دخيلا واحدا. نشاط درجه اولى البر والبحر يلفوا الدنيا علشان يكسبوا دخيل واحد لكن لمجد ربنا؟ لا بالعكس هيصنعوا منه ابنا لجهنم اكثر منهم مضاعفا. الرب مش بس طالب مننا الغيرة الحسنة لكن في الكتاب بنلاقي حاجات كتير قوي حسنة مطلوبة مننا يعني في الغيرة الحسنة فيه الجهاد الحسن اللي قال بولس جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي فيه المحاربة الحسنة اللي قال عنها بولس حارب في الوصية المحاربة الحسنة فيه الأمور الحسنة معتنين بأمور حسنة ليس قدام الله فقط بل قدام جميع الناس كمان من صفات الأسقف في تومساوس الأولى ثلاثة أن يكون له شهادة حسنة عند الذين هم من خارج فجميل أن يكون إن والأعمال الحسنة والأعمال الحسنة ليروا أعمالكم الحسنة حسنها. ويمجدوا أباكم, أباكم الذي في السماوات صحيح. صحيح فجميل أن يكون انشغالنا وعيشتنا في هذه الأمور الحسنة علشان نمجد ربنا كل ما هو حسن هو طابع المؤمن في وضعه الجديد فقط إذا كان سلوك بالروح انقياد بالروح في شركة مع الرب عزيزي المشاهد دعني أسألك من تتبع ماشي ورا مين مين القائد اللي بتحب تمشي وراه احترز فمش كل القادة ينفع يتمشي وراهم بل خليني أقول لك حاجة مهمة جدا واحد بس اللي يستاهل أنك تمشي وراه وتتبعه هو المسيح فليتك تفعل كذلك أشكركم على وجودكم معنا في الاستوديو واستودعك لنعمة الله عزيزي المشاهد على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا فحصين الكتب والرب معين.